البرنامج التالي من أفكار وآراء نابعة من معدي ومقدمي البرنامج ولا علاقة لراديو سوريالي بها. مساء الخير. السعادة مفهوم كبير نسعى كلنا إليه ونرغب في تحقيقه، ولكن كل شخص يشعر بنقص معين يعيقه عن تحقيق السعادة. فأي حياة ليست مثالية، وليست كل الأشياء التي نعتقد بأنها تسعدنا تسعدنا، والأشياء التي كانت تسعدنا يوما ما لم تعد تسعدنا اليوم. نحن لا نعرف ما هو الذي يسعدنا فعلا، هي مفاهيم كبيرة مخنا المحدود غير قادر على استيعابها. لذلك سيكشف لك هذا الاختبار ما الذي ينقصك لتكون سعيدا. اختبار ما الذي ينقصك في حياتك لتكون سعيدا. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مرة شنيا شنيا حلو. شو؟ كليك على اللينك. فيروس. معقول الفيروس هو اللي بخليني سعيدة؟ الفاكهة الاستوائية لذيذة دون شك، ونحب تناولها دائماً ليست للذتها فقط بل لفوائدها الصحية أيضاً. لذلك نقدم لك هذا الاختبار المميز حول أي فاكهة استوائية أنت. اكتشف الجواب وشاركينا به. إيه؟ ما تقولش أنا عارف. والله بدي أقول إيه؟ والمصحف بدي أقول سنة. والله بدي أقول أنا عارف. والله بدي أقول. يمين على يمين أهلك ملايين. إيه؟ مالك؟ خلاص. في إيه؟ خلاص. ما تقولش. خلاص عارفه، انا مش محتاجك في حاجة، انا كنت نسيب بس افتكرته. ايوه كيوي. انا كيوي. ياي ياي انا كيوي ياي. انا مش مصدق حلم الليالي الغالي خلاص اتحقق. انا مش مصدق ابنك من دعواتك لقاه توفى. لك يعني مين بيشبه بالنجوم هوليوود؟ فهمناها. كم عملية تجميل تنقصك لتصبح سكارلت جوهانسن؟ فهمناها. أي شخصية من أفلام الكرتون؟ قبلناها. من أي جنسية لازم كون حسب صورتي؟ بلعناها. أي بلد لازم عيش فيه؟ كمان هضمناها. بس إنه أي فاكهة بشبه أنا؟ يعني دخنتوها ما ضل شي يعني؟ خلاص أي فاكهة؟ لا 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 لا، مش مؤمن. مش ممكن يبا. هادي يا أخواتي، بلشت موضة هالاختبارات مش سنة سنتين يمكن، ما بعرف. وطشت وكلنا اتطنبرنا وتسلينا وجربنا وتفيرسنا وشفنا دعايات زراعة شعر ونتف شعر وشغلات بتلاعي لانفزرنا. ايه بس خلص يلعندين هالموضة اللي ما كانت تخلص. اختبارات قال لك ما عاد يعرفوا شلون بدهم يستحمرونا وتضحكوا علينا. قال صباح الخير سيدتي، ضعي صورتك على شكل قلب في فنجان القهوة واستمتعي بالرغوة تترغرغ في خشمك. شو هاد؟ ليش بدي اشوف صورتي بفنجان القهوة؟ ليه؟ شو ممكن حس؟ كافي برا شوية حس، ولا اريد اسمع نفس تروحك مبينة بقلبي واضحة مثل الشمس. طيب فينا نعتبر هاي قصص ترفيه وتسلية وتسويق ونقبلها، بس ليش بدك تعمل لي اختبار لأكتر شي بحب انظر اليه؟ تعال هون. انت شو عرفك شو انا اكتر شي بحب اطلع فيه؟ ولا شو عرفك شو نسبة هوسي بجمالي؟ ولا شو عرفك قديش فلان نسوانجي؟ يعني اذا قلت له انه هو نسوانجي 90% فخلاص يعني رح يقتنع حتى لو ما كان هيك؟ ولا نوع السيارة اللي بتناسب شخصيتي؟ ما بحب السيارات. لا في شو نوع الضفيرة اللي بتلبق لك؟ لا وشو نوع شو بتحب بالجنس الاخر؟ شو دخلك؟ انت ازاي تساليني الاسئله دي؟ انت قبل ما تساليني الاسئله دي قلتولي لو سمحتي يا ندى عايزه اسالك سؤال. مش ممكن تكلميني بالطريقه دي، مش ممكن. لا وبيعملوا مقدمات للاختبار على اساس مشان الترغيب، انه مثلا في عصرنا الحالي تعيش الكثير من النساء في تنازع بين الشخصيه المحافظه والمتحرره بسبب متطلبات الحاضر والرغبه بالتمسك بالماضي والتقاليد في الوقت نفسه. ماذا عنك؟ هل انت شخصيه متحرره ام محافظه؟ اليك هذا الاختبار الذي يكشف لك الجواب. بالله عن جد بالله، يعني معقول انت بتعرفني اكثر ما بعرف حالي؟ مين انت يا خالتي؟ شو هالاستشحاش؟ شو هالاستحقار لمخ البشر؟ فضح عينكم.
لا وفي لعب على العواطف واستهداف القاصرين. هل تشعرين أن حبيبك بعيد عنك في بعض الأحيان ويسرح في تفكيره؟ ممكن أن تكون المشكلة مرتبطة بتعلقه المستمر بحبيبه السابق. حبيبي ها، قومي بهذا الاختبار حول تخطي حبيبك لحبيبته السابقة، وبقلب اللينك في لينك لبعض الخلطات وكافية عمل سحر لحبيبك في حال طلع أخو لسه عم بفكر بأخت اللهي. لا وحزيرات مصيرية كمان، اضغط على اللينك لتعرف امتى رح تتجوز، وين نصك التاني ناطرك، وكم ولد حيصير عندك، امتى رح تموت، وكيف، شو عرفك، مين انت، استغفر الله العظيم. اكبس على اللينك لنعرف نسبة تعلقك بدينك كمان. اضغط على الرابط لنعرف كم مرة بتقول كلمة كمان. خلصنا ولو. اضغط على الرابط لنعرف قديش خلقك ضيق. العامة انت مال امك، انت مالك، انت مال شكلك، وانت مال اهلك، انت مالك انت، مش شغلتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص. وغير الاختبارات النفسية والتوقعات المصيرية، في عندكم اختبارات الذكاء. اختبارات الذكاء طبعا بيكون مصممة واحد غبي نسبة ذكائه 0%. صفحات الذكاء بتبلش بغزي عقلك وضع لايك ليصلك كل جديد. هات غزينا لنشوف. كان هناك نخلة طويلة جدا جدا، وكان هناك 4 حيوانات، أسد، قرد، زرافة، سنجاب. من تعتقد سيربح الموز؟ جوابك سوف يعكس شخصيتك. عليك الإجابة في مدة لا تتجاوز 5 ثواني. مين يا الله مين؟ هل الأسد بيأكل موز ولا الزرافة؟ يا الله كتير صعب. انزل الأسفل شوي لترى تحليل الإجابة. إذا اخترت الزرافة أنت إنسان غير واقعي، الأسد إنسان غير صادق، القرد إنسان مغفل، سنجاب أنت حالة ميؤوسة منها. العامة هذا اختبار ولا جلد؟ قال أعرابي: لو كان أمس هو الغد لكان اليوم هو السبت، في أي يوم؟ قال الأعرابي هذه الجملة. يا الله ما عاد فيني اتحمل يا جماعه، لعيت نفسي من دول شغل ما عاد فيني. لا وطلعت لي موضه جديده من فتره لسه اغلظ واغلظين، لعبه الصراحه، لعبه السماجه والغلاظه. انا لهلا مصره انه فيك تستخدم هاي القصص للتسليه وتتسلى بالناس، كونه هو فتح باب الصراحه على حاله وقال لك يلا صارحني، وفيك تبعت له شو ما بدك وما يعرف مين حضرتك. يعني هي جرأة والله بحسدك عليها. بس انه بعد ما توصلك مسجات بهادل ومسبات ورأي عالم فيك بعد ما قلت لهم اعطوني رايكم فيني، تتخوزة او تتضايق وتشيرون وتقول اللي بعتهم لهدول يحذف حاله قليل ادب. لك يا حبيبتي انت قلتي له صارحني، شو هالفصام والانتقام؟ يعني قررت تتحاكي بصراحة فأكيد لازم تتوقعي مسجات بتهوي. بالأخير اللي عندك على الفيسبوك يعني مو عائلتك ومو كلهم بحبوكي، والناس مالين بدهم شي يتسلوا فيه. يعني والله أنا شخصيا سليت كتير. تخيل شو بتسلي القصة وبتبعت للكل مثلا هيك حبيبك عم بخونك، أو أنت غليظ، أو مثلا بتألف شي قصة بتسردها أو أي شي. والله هدول عم يشتغلوا فينا يا جماعة، لكن اختبارات وألعاب صراحة وتوقع مستقبل لكان. ليش نحن خالصين من اختبارات الحياة الحقيقية لسه لحتى نستمتع باختبارات وهمية وافتراضية؟ والله أنا القريب صار له عم يختبرني 2 شهر، ما عم يخلص صوتي، ما عم يطلع. مو ناقصنا غير هيك قصص لسه لحتى ننفصم أكتر عن الواقع ونلزق بالعالم الأزرق. دبحنا العالم الأزرق، دبحنا. السلام عليكم. السلام عليكم. بيشلي بتشلي بيشلو بنشلي كل مكان. شنيا بتشلي شنيا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.